السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. ويعني أعتذر عن هذا التأخر يعني في تسجيل الفيديوهات، ويعني سنواصل الفيديوهات يعني كما قلت. وسأعلن يعني على الموضوع الذي سأتطرق إليه اليوم، وهو موضوع المعادلات التكعيبية، وهو موضوع تطرقنا إليه في يعني فيديوهات سابقة، ولكن لا بأس يعني أن نعيد يعني للفيديوهات. يعني لا ليس هناك يعني ضرر في أن أعيد نفس الفيديو الذي تطرقت إليه فيما قبل. في هذا الدرس سنتطرق إلى المعادلات التكعيبية في شكلها العام، يعني في شكلها العام، وسنتطرق إلى بعض من يعني الجانب التاريخي، وسنعطي الحل للمعادلات، نحاول أن نعطي الحل للمعادلة من التكعيبية في شكلها العام، وما يعرف بطريقة كاردانو. وأرجو أن تبقوا معنا. جيد، معادلة من الدرجة التكعيبية هي على هذا الشكل، يعني AX أس 3 زائد BX أس 2 زائد CX زائد D تساوي 0. AX أس 3 زائد BX أس 2 زائد CX زائد D تساوي 0. يعني هذا هو الشكل العام للمعادلة من الدرجة الثالثة. إذا إذا قسمنا على A، إذا كان يعني A يختلف على 0، نقسمه هنا على A، يعني x أس 3 زائد واحد AX، يعني في الشكل العام، يعني قد نمر من هذا الشكل إلى هذا الشكل. x أس 3 زائد AX أس 2 زائد BX زائد سي اكس اس 3 زائد اكس اس 2 زائد بي زائد سي يساوي 0. 1 2 3 4 1 2 3 4 4 حلول. هذا هو الشكل العام لمعادلة من الدرجة الثالثة. يعني ربما قبل ان امر الى يعني الحل لهذه المعادلة، اعطي معلومة يعني وجدتها في هذا الكتاب، une histoire sentimentale des sciences، يعني معلومة حول المعادلة من الدرجة الثالثة. سنحاول أن أعطي واحد الجملة، سأقرأ معلومة حول هذا في alors quiconque tente de calculer le volume d'un segment ou kilo sphérique sphérique, c'est que le problème n'est pas simple. Et aboutit à rien moins qu'une équation du troisième degré. Qui n'est toujours pas un millénaire plus tard au programme de terminale des lycées. Je recommence. Un millénaire plus tard au lycée, au programme de terminale des lycées. يعني ما هو معنى هذا الكلام؟ millénaire أكتب يعني millénaire. millénaire. ما هو معنى هذه الكلمة ميلينير؟ يعني ألف سنة، يعني ألف سنة. سبب يعني لماذا يتحدث هذا الكتاب عن يعني مسألة ألف سنة؟ لأن عمر الخيام الذي عاش يعني خلال القرن الحادي عشر، ويعني عامل على المعادلة من الدرجة التكعيبية، ويعني ألف سنة بعد يعني وفاة عمر الخيام الذي توفي سنة 1131، عمر الخيام الذي توفي سنة 1131 عامل على المعادلات من الدرجة الثالثة، ويعني مرت ألف سنة على يعني هذا التاريخ، ورغم ذلك يعني لم تزل المعادلات من الدرجة الثالثة لم تزل جزءاً ليست جزءا من مقرر الثانوي. إذا لا أعتقد أنا شخصيا يعني لا أعتقد بأن المعادلة من الدرجة الثالثة هي من مستوى الثانوي، وإنما هي من مستوى الجامعة. يعني إحنا على سبيل المثال يعني عندما كنت أقرأ كما قلت
عندما كنت يعني في البكالوريا لم ندرس المعادلة من الدرجة الثالثة. جيد. إذا قبل ما نتطرق إلى هذه المعادلة، هذا الشكل يعني درجة من هذه المعادلة من الدرجة الثالثة، يعني درجة ديالها فردية، درجة ديالها فردية ثلاثة، هذه هنايا عدد فردي، ثلاثة عدد فردي. جميع، إذا أقول جميع متعددات الحدود ذات الدرجة الفردية، يعني مثلا بالنسبة لنا هنا احنا ثلاثة، تقبل على الأقل حلا حقيقيا، يعني من أجل أن يعني إذا كانت عندي درجة 5 ولا درجة 7 ولا درجة 9 ولا 11 ولا 13، جميعها تقبل حلا حقيقيا بفضل مبرهنة تسمى مبرهنة القيمة الوسطى، مبرهنة القيمة الوسطى أو مبرهنة القيمة الوسطية، لم أعد أذكر، ربما مبرهنة القيمة الوسطى، لو تيوغام دو لا فالور انترميديير، لو تيوغام دو لا فالور انترميديير. إذا جيد، هذه في نهاية الدالة، هذه لا ليميت، هذه الاف دو اكس تساوي زائد ما لا نهاية، ونفس الشيء لا ليميت لوسكو اكس تون فير موان لانفيني دو اف دو اكس تساوي ناقص ما لا نهاية. اذا بما ان يعني نهاية في زائد ما لا نهاية اللي موجودة هنايا، وهنايا النهاية اللي موجودة هنايا، إذن تكون على هذا الشكل، يعني دالة من الدرجة الثالثة، متعددة الحدود، حدود هي بولينوم دو تخوازيام دوغري، بولينوم، أكتب بولينوم، بولينوم دو تخوازيام دوغري. إذن بما أنها بولينوم، يعني ربما قد أكتب هنا بي دو إكس بولينوم، نهاية هذه الدالة، نهاية هذه الدالة هي زائد ما لا نهاية عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية، وعندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية، نهاية هذه الدالة هي ناقص ما لا نهاية. En français on dit lorsque x tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, la ligne limite de p de x égale à plus l'infini. Et lorsque x tend vers moins l'infini, la limite de p de x égale moins l'infini. إذا جيد، هذه هي لماذا يعني نحن نتحدث عن يعني هذا المسألة هذه. إذا لأن لكي نقول بأن معادلة من الدرجة الثالثة لابد أنها تقطع محور الأفاصيل، لابد أنها تقطع محور الأفاصيل على الأقل مرة، تقطعها مرة، ولا يمكن أن تقطعها مرتين، تقطعها مرة ولا تقطعها ثلاثة ديال المرات. على سبيل المثال، في هذا المثال تقطعها المرة الأولى x1 x2 x3. في هذه الحالة عندنا ثلاث حالات قد تقطعها، يعني ثلاث حلول حقيقية. هذه الدالة p دو x تساوي صفر عندها ثلاث حلول، يعني x1 x2 x3، قد تكون على هذا الشكل أيضا، قد تكون على هذا الشكل، تكون على هذا الشكل. في هذا المثال تقطعها مرة واحدة، وقد تكون على هذا الشكل أيضا، إذا المعادلة المتعددة الحدود من الدرجة الثالثة على الأقل عندها حل واحد حقيقي أو ثلاث حلول حقيقية، لا يمكن أن يكون عندها حلين حقيقيين والحل الثالث عدد عقدي. هذه المسألة يعني فيما بعد سنتطرق إليها. جيد، إذا نحاول أن قبل ما نفوت المعادلة سنعطي يعني مفهوم آخر، سأعطي مفهوما آخر،
تعطي مفهوم آخر. يعني على سبيل المثال الدالة إذا كانت على هذا الشكل، إذا كانت الدالة على هذا الشكل، هذه الدالة هذه الدالة إذا كانت الدالة على هذا الشكل. هذه الدالة يعني في الجهة هنايا دالة تنظر إلى نحو الأعلى، الدالة المنحنى موجه نحو الأعلى، ينظر إلى الأعلى، وفي هذا في هذا المكان المنحنى موجه إلى الأسفل. إذا هذه في هذه نقول أن المنحنى مقعر. في هذه الشكل هنا، في هذه الجزء، يعني المنحنى ينظر الى الاعلى، نقول عنه انه منحنى مقعر، وفي هذا الجزء المنحنى ينظر الى الاسفل، نقول عنه انه منحنى محدب. منحنى محدب كونكاف هنا كونفكس. إذن في هذا يعني سأشير إلى هذه النقطة المستقيم المماس للمنحنى يكون أفقيا، وفي هذه النقطة أيضا هذه النقطة يكون المنحنى يكون المماس أفقيا، وفي هذه النقطة أيضا يكون المماس أفقيا. هذه النقطة تتميز بفريم x يساوي صفر. هذه النقطة تتميز بفريم x يساوي صفر، وهذه النقطة حتى هي تتميز بفريم x يساوي صفر. ولكن إذا هذه المسألة التي كنت أريد أن أشير إليها. أشير مسألة يعني ثانية، هي مسألة الانعطاف. ما هي نقطة الانعطاف؟ أكتب نقطة انعطاف. فرنسية point d'inflexion. point d'inflexion نقطة انعطاف، هي point d'inflexion نقطة انعطاف. يعني هذه كما يعني قلت يعني قبل دقائق، يعني إذا كان المنحنى يعني موجه نحو الأعلى يكون محد مقعرا، وإذا كان موجها إلى نحو الأسفل يكون محدبا. يعني ولكن هذه النقطة التي يتغير فيها اتجاه الذي ينظر إليه المنحنى، تلك النقطة تسمى نقطة انعطاف، ان بوان دافليكسيو. يعني هذه النقطة المنحنى لا ينظر إلى الأعلى ولا ينظر إلى الأسفل. هذه تلك النقطة تتميز بكونها من الدرجة الثانية تساوي صفر. هذه نقطة من أجل إيجاد نقطة الانعطاف، نقطة انعطاف ينبغي أن نحسب الاشتقاق من الدرجة الثانية. جيد. غادي نحاول نحسب نقطة انعطاف، نحسب الاشتقاق من الدرجة الثانية لمتعددة الحدود من الدرجة الثالثة. إذا بي دي إكس يساوي إكس أس ثلاثة زائد فا إكس أس اثنان زائد بي إكس زائد سي بي بريم دي إكس يساوي ثلاثة إكس أس اثنان زائد اثنان أ إكس زائد بي. x زائد 2
جيد. إلى يعني كنا نبحث عن نقطة الانعطاف لمتعددة الحدود من الدرجة الثالثة، هذه الطريقة، هذه دور، هذه تعريف للمتعددة، و ax أس 3 زائد ax أس 2 زائد bx زائد c، هذا الاشتقاق من الدرجة الأولى وهذا الاشتقاق من الدرجة الثانية. إذن إذا كانت هذه كتساوي صفر، يعني x 2 x يساوي ناقص 2 a، يعني x يساوي هنا 6 ناقص a على 3، ناقص a على 3. هذه هي نقطة، هذه هي نقطة الانعطاف المتعددة للحدود من الدرجة الثالثة، نقطة الانعطاف لمتعددة حدود من الدرجة الثالثة. سنحاول أن ننظر يعني لماذا يعني أنا أتحدث عن نقطة الانعطاف لمتعددة للحدود من الدرجة الثالثة. x أس 3 زائد ax أس 2 زائد bx زائد c يساوي 7. هذه متعددة للحدود من الدرجة الثالثة في شكلها العام. من أجل حل هذه المعادلة من الدرجة في شكلها العام ينبغي أن أمر، ينبغي زائد bx زائد q يساوي 0، ينبغي أن أمر، ينبغي أن أمر من هذا الشكل إلى هذا الشكل. يعني تاريخيا المعادلة من الدرجة الثالثة حلت على هذا الشكل، يعني حلت على هذا الشكل. وبما أن يعني المعادلة في شكلها العام هو على هذا الشكل، ينبغي أن أمر من هذا الشكل إلى هذا الشكل. يعني كيف سأمر من هذا الشكل إلى هذا الشكل؟ سأحاول أن يعني سنقوم بتغيير للمتغير، سأقوم بتغيير للمتغير من أجل المرور من هنا إلى هنا. جيد، نكتب x يساوي t زائد 1 الفا، t زائد 1 الفا، ونحسب وندير تعويض، يعني t زائد الفا أس 3 زائد a، t زائد الفا أس 2 زائد b، t زائد الفا زائد c. إذا غادي ننشر هذه، غادي ننشر هذه تعني تي أس 3 زائد 3 تي أس 2 ألفا زائد 3 تي ألفا أس 2 زائد أ تي أس 2 زائد أ ألفا أس 2 زائد 2 أ ألفا تي زائد 2 أ ألفا تي، 2 أ ألفا تي زائد بي تي زائد ألفا بي زائد سي يساوي 0. إذن الشكل الذي أريد أن أصل إليه ما فيهش تي أس 2، الشكل الذي أريد أن أصل إليه لا يحتوي على الحد حيث يكون الأس مساويا للصفر، يعني هذا مع هذا. هو فين كاين تي أس 2؟ هنا تي أس 3، هنا تي، هنا ما كاينش تي، هنا ما كاينش، هنا كاين تي، هنا كاين تي، هنا كاين الفا بي زائد سي، يعني تي أس 2 موجود هنا وموجود هنا. يكفي أن أضع هذه الـ 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 الكمية تساوي صفر، يعني 3 الفا، 3 الفا زائد أ تساوي صفر. يعني أ يعني ألفا تساوي ناقص أ على 3. إذن هذا هو السبب الذي جعلنا أتحدث عن نقطة الانعطاف، يعني تغيير المتغير الذي قمت به ينطبق تماما مع نقطة الانعطاف. يعني منذ اللحظات رأينا بأن نقطة الانعطاف عند متعددة للحدود من الدرجة الثالثة هو ناقص A على 3. إذن هذا هو تغيير للمتغير الذي سأقوم به. عندما أقوم بهذا التغيير للمتغير ستصير المعادلة، هذه المعادلة اللي عندي موجودة هنا، إذا درت x يساوي t ناقص a على 3، هذه المعادلة هذه تصير على شكل t أس 3 زائد bt
زائد Q تساوي صفر. T أس 3 زائد PT زائد Q تساوي الصفر. هذا هو الشكل العام وهذا هو الشكل الخاص. وهذه هي طريقة للمرور، هذا هو تغيير للمتغير الذي يمكننا من المرور من الشكل من الشكل العام إلى الشكل الخاص. ويعني ناقص أس 3 اللي موجودة هنا هي نقطة الانعطاف. أقطع الفيديو ويعني انتظروا يعني بقية الفيديو في بقية الموضوع في فيديوهات سابقة لأن الفيديو صار طويلا. وشكرا لكم على حسن الانتباه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.